السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج الشريعه والحياه تاتيكم على الهواء مباشره من الدوحه. اضحى للفتوى سوق رائجه فكثرت الفتاوى الشاذه التي تصدر من غير اهلها وفي غير محلها. فمتى تعتبر الفتوى شاذه؟ وما اسباب الشذوذ؟ وكيف نعالجه؟ الفتاوى الشاذة موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم سيدي مرحبا بكم يا أخي عثمان بداية الفضيل دكتور متى تعتبر الفتوى شاذة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وازكى صلوات الله وتسليماته على من ارسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس اجمعين سيدنا وامامنا واسوتنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فالفتوى هي جواب الفقيه عن سؤال سائل في واقعة معينة عن الحكم الشرعي فبيان الحكم الشرعي في واقعة إذا كان جوابا عن سؤال يسمى فتوى لا. القرآن له نهج في الأحكام أحيانا يكون جوابا عن سؤال يسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس اثمهما اكبر من نفعهما الى اخره، جواب عن السؤال ده اسمه الفتوى، استفتونك قل الله يفتيك واحيانا بيان الحكم من غير سؤال، هذا لا يسمى فتوى. تسمى الفتوى اذا بيان الحكم اجابه عن سؤال سائل. فهذه الفتوى اذا كانت قائمه على الاصول الشرعيه لأن ما معنى الجواب الشرعي؟ يعني جواب يبين يعني موقف الاجتهاد الشرعي في المسألة، والاجتهاد الشرعي لا يكون شرعيا إلا إذا كان قائما على الأدلة الشرعية اللي هي القرآن والسنة الصحيحة والإجماع المتيقن والقياس على المجمع عليه و او على النص وهناك ادله فرعيه المهم يكون مبنيه فاذا لم تكن الفتوى مبنيه على اساس شرعي وعلى دليل شرعي معتبر تكون شاذه خصوصا اذا خالفت الاتجاه العام يعني إذا خالفت المذاهب الأربعة هل يدخل الشذوذ هنا في الفتوى؟ لا ليس لأن المذاهب الأربعة لا تمثل الإجماع. هناك مذاهب غير الأربعة انقرضت يعني مثل مذهب الإمام الثوري ومثل مذهب الإمام الأوزاعي ومثل مذهب الإمام الطبري، هؤلاء كانوا له وهناك مذاهب غير سنية، هناك مذهب الزيدية ومذهب الإباضية ومذهب الجعفرية وهناك فقه غير مبني على مذهب يعني الفقه في أيام الصحابة وفي أيام التابعين لم يكن هناك مذهب معين هناك الخلفاء الراشدين يفتون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة كلهم كانوا يفتون وهؤلاء ليس لهم مذهب متبوع وكذلك اذا جئنا لسعيد بن ابن المسيب وسعيد بن ابن جبير والاصحاب بن عمر واصحاب ابن عباس واصحاب ابن مسعود هؤلاء لم يكن لهم مذاهب، المذاهب أنشئت فيما بعد فالفقه اوسع من المذاهب فقد يعني ينفرد يعني احد المجتهدين براي لا يمثل المذاهب الاربعه ولكن له دليله مهم هل له دليل قوي معتبر او لا. ف... فضي الدكتور يعني هناك في التراث الفقهي الاسلامي نقرا بان هذا القول شاذ، هل كل ما قيل عنه في الفقه الاسلامي تراثيا بانه شاذ هو شاذ فعلا؟ لا ليس كل ما يقال عنه شاذ يكون شاذا. هو احيانا ما معنى الشذوذ؟ احيانا يعني يكون شاذ في المذهب. يعني هذا قول شاذ بالنسبه لمذهب الشافعي. ويكون هذا قول شاذ بالنسبه لمذهب المالكي او الحنبلي او الحنفي يعني واحيانا يكون شاذ عن الفقه كله يعني لم يقل به احد او مخالفا لما جاء في الفقه او مخالفا لادله القران القاطعه والواضحه او للسنه النبويه الصحيحه الصريحه المستفيضه يعني لابد لكي نصفه بالشذوذ ان يكون هناك يعني وصف حقيقي يجعل هذا القول يعني شاذا هناك اراء في التراث مثلا اراء الامام الشيخ الاسلام ابن تيميه في الطلاق يعني وان الطلاق اذا كان في يعني حاله اليمين اذا اريد به الحمل على شيء او من علي الطلاق من كذا هذا يقول لك لا لا يقع بالطلاق فيه كفاره يمين كانه قال والله لا اعمل كذا لانه لا يريد ولعله ليس بينه وبين امراته اي خلاف يعني اختلف مع من يتعامل معه في السوق او اي شيء وحلف بالطلاق هذا اهلك لا لا, لا يقع او الطلاق البدعي هل الطلاق البدعي محرم عند الجميع انما يقع او لا يقع تكرار الطلاق في مجلس واحد او الطلاق الثلاث بلفظة واحدة هل يقع او لا يقع وليقع واحدة او لا يقع نهائيا دي كلها اراء الشيخ الاسلام في في وقتها رفضت من العلماء كان وحكم عليها ودخل السجن من من اجلها الان تتبناها يعني جمهره العلماء في العالم الاسلامي ولجان الفتوى والمحاكم الشرعيه وصدرت قوانين بها وانقذت الاسره المسلمه من الانهيار لان واحد ليس بينه وبين زوجته اي خلاف وتعارك مع انسان وكان حرب بالطلاق الثلاثه يرجع الى بيته إيه؟ التقي امراته مطلقه بالثلاثه وبينونه كبرى مشكله كبيره ففتاوى ابن تيميه انقذت الاسره في ف... نعم موضوع شذوذ فضيل دكتور يعني لو أردنا علميا أن نحدد معايير معينة لتبيان هذه الفتوى هل هي شاذة أم لا ما هي المعايير العلمية التي تحكم بالشذوذ على بعض الفتاوى هناك أنا ذكرت في بحث لي معايير عشرة يعني إذا نظرنا إليها أنها تستطيع حصر الفتاوى الشاذة اولا ان تصدر الفتوى من غير اهلها ممن ليس اهلا للفتوى فإن منهم فتوى مرفوضه يعني. حتى نعم. ولو صح انما يعني لم تصدر من اهلها لا يسمع من 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 صاحبها هناك شروط للمفتي لا لا, لا يستوفي او انها تفتي في اشياء لا تقبل للاجتهاد ممنوع كان منطقه مغلقه ليس فيها مجال للاجتهاد فهذه من في غير محلها او اذا خالفت القران نص النص القراني القطعي في دلالته طبعا القران كله قطعي في ثبوته فنحن نقول الفتوى اذا خالفت نصا قطعي الثبوت قطعي الدلاله فهي مرفوضه فاذا خالفت نصا قرانيا قطعي الدلاله او خالفت نصا نبويا قطعية ثبوت قطعية الدلالة او خالفت الاجماع المتيقن او جاءت على غير قياس او قياس غير معتبر او خالفت الاجماع المتيقن او استدلت بما لا يصلح دليلا او صورت الواقع المسؤول عنه تصويرا غير صحيح أخطأت في تصوير الواقعة فيتسرب عليها الخطأ في الحكم، المهم هناك عشرة أدلة أو لم تراعي تغير الزمان والمكان والعرف والحال وجمدت على المستور في الكتب قديما وهو لا يصلح الآن لأن الدنيا تتغير والعالم يتطور كل هذه تعتبر معايير لشذوذ الفتوى ويجب ان تؤخذ في الحسبان عندما نحكم على الفتوى بالشذوذ او عدمه. طبعا انتم لكم بحث مفصل في هذا الموضوع لمن اراد ان يرجع اليه. نعم. فضي الدكتور يعني هناك بعض الائمه كالامام ابن حزم رحمه الله صدرت عنه فتاوى اعتبرت شاذه وهو امام. كيف يمكن ان تصدر الفتوى الشاذه عن امام؟ الامام ليس معصوما يعني ما ان يصدر عن الامام فتوى شاذه هذا لا 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 ليس هناك مانع منه ما دام بشرا غير معصوم المعصوم واحد فقط وهو محمد رسول الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حتى ما يجتهد فيه من الاحكام ليست كل الاحكام موحى بها اليه ممكن يجتهد ويخطئ ولكن الوحي لا يتركه على هذا الخطا ينزل الوحي مصححا له كما وجدنا في القران اشياء كثيره ينزل القران عبس وتولى ان الاعمى عفى الله عنك لما اذنت لهم الذين استاذنوا للتخلف عن الجهاد في 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 تبوك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق الى هذه الاشياء فحتى لو اخطا ينزل الوحي هذا هو المعصوم ما عدا ذلك الائمه كلهم قابلون للخطا ولكن ميزه الامام المعتبر من غيره ان الخطا عنده يعني قليل او نادر فأخطاؤه يقولون معفو عنها مغفور له بسبب يعني عنده الاف الفتاوى صحيحه وعنده فتوتين ثلاثه انما المشكله في ابن حزم هو المنهج منهجه نفسه منهج مرفوض عند الائمه خطاه يأتي من ناحية المنهج أنه يرفض تعليل الأحكام ويرفض القياس حتى ولو قياس الأولى يعني شوف مثلا جاء في الحديث البكر تستأذن وإذنها صماتها قال الرسول البكر تستأذن يؤخذ إذنها لا تزوج بغير رضاها فقال الرسول البكر تستحي يقول فلان جاي يخطبك تسكت فقال اذنها صماتها اذا قالت لا خلاص اذا سكتت دليل السكوت في عند البكر دلاله على الرضا طيب لو لم تسكت ولكن قالت يا ابتي انا موافقه الله على فلان دي. ابن حزم يقول لك لا هذا باطل لا ما دام تكلمت لان الحديث قال اذنها سمعتها طب اذنها سمعتها اذا كانت تستحي الان المراه تعلمت وكذا وقادره انها تتكلم وتقول ايه و... لا واه يعني يبقى يبقى هذا نقول احنا من باب اولى اذا تكلم هو يرفض هذا الحديث يقول لا يبل احدكم في الماء الراكد طيب ابن حزم يقول طب لو انه واحد بال في قاروره وصبها في الماء الراكد قال لا هذا ما ما دعوه بالحديث هل ترون في ذلك عن البول هذا لم يبول في الماء بل في القر هذا هو السبب شذوذ ابن حزم منهج ابن حزم في رفض القياس ورفض التعليل والاخذ بالظاهر كما قال ابن القيم لما في حديث اذنه قال هذا اللائق بظاهريته آه. فم... هل ترون في ذلك يا دكتور آه. غيابا لمقاصد الشريعه في مثل نعم. آه هل ترون في منهج ابن حزم تظاهر او 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 ابتعادا عن مقاصد الشريعه؟ لا لا يقول بمقاصد الشريعه <applause> لا يقول ان الشريعه لها مقاصد اطلاقا <تصفيق> <تصفيق> هو امر ونهي عليك تسري الامر وتبتعد عن النهي بس ولا لا, لا ليس هناك تعليل ولا حكمه ولا مقاصد وبالعكس هو في الكتابه يعني يقول ان الشريعة تفرق بين المتساويين وتسوي بين المختلفين وقعد يضرب امثلة رد عليه ابن, ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين على كل الامثلة التي جاء بها وقال له لا انت غلطان انت بتهالك انها متساوي لا هذا هؤلاء هذين الامران ليس هذان الامران ليس مختلفين وهكذا الدكتور ذكرتم امثله لابن تيميه رحمه الله ولابن حزم الظاهري لبعض الفتاوى التي اعتبرت في حينها شاذه. الان هناك فتاوى ايضا ربما قد تكون قديمه او حديثه وتعتبر شاذه من البعض ومن البعض الاخر اعتمدها. المسلم هل له ان ياخذ بمثل هذه الفتاوى؟ هل له هل له ان ياخذ بمثل هذه الفتاوى؟ المسلم ياخذ بالفتوى اذا اطمئن الى صحتها. فإذا اطمأن ان هذه الفتوى صدرت من عالم معتبر ولها ادلتها التي اقتنع بها عقله واطمأن اليها قلبه خلاص ياخذ بها لا لا يطالب باكثر من هذا انما فتوى لم تصدر عن عالم وهذه مشكله عصرنا ان كثيرين يعني لماذا كثرت الفتاوى الشاذه في هذا يعني العصر؟ هذا السؤال مطروح بقوه، لماذا كثرت الفتاوى الشاذه في عصرنا آه اليوم؟ لان الناس اجتراوا على الدين، لا يوجد تخصص اجترا الناس عليه الا الدين، لا يستطيع طبيب ان يدخل في شان المهندس، بل لا يستطيع طبيب ان يدخل في شان طبيب اخر، اذا كان ده طبيب اعصاب يبقى ما, ما ما لكش دعوة بالقلب وكذا إذا كان هذا بتاع عظام يبقى ما ليس لك أمر بالباطني والك... كل واحد يحترم التخصص إنما المسألة الدين كل واحد عمل نفسه شيخ الإسلام كل واحد قرأ كتابه ولا كتابين خير إليه إنه أصبح مفتي العصر وخصوصا في عصر الفضائيات أتاحت الفرصة للناس أن يظهروا ويظهروا ب... 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 بسعة وبانتشار فكان هذه هي البلوى التي سببت للناس وخصوصا عوام الناس جماهير الناس لا تفرق بين العلماء بعضهم وبعض، كثير من الناس يحسب ان الواعظ المؤثر وان الخطيب البليغ المفوه الذي يهز اعواد المنابر بخطبه صالح لان يفتي، لا هذا شيء وهذا شيء المفتي رجل مشغول بالفقه يعرف الاحكام الشرعيه وربما لا يحسن ان يخطب كان بعض مشايخنا لا يحسن ان يصعد المنبر ولكن اذا سالته سؤالا بحر يتدفق فالناس للاسف لا لا يعرفون هذا فلان خطيب يعني قوي في خطبه يذهبون يسالونه يعني عالم في التفسير عالم في الحديث عالم في التصوف والسلوك عالم في هذه الناحية يسأله الناس وهو لا علاقة له بالفتوى يورطونه وكثير من هؤلاء لا يقول أنا لا أحسن هذا للأسف إن الناس في عصرنا ليس عندهم الشجاعة أن يقول لا أدري السلف كان كثير منه سيدنا الإمام مالك على جلالة قدره سئل حوالي أربعين مسألة قال في ست وثلاثين منها لا أدري فهذا كان ميزة علماء السلف دكتور أيضا هناك من يحمل الجامعات الإسلامية اليوم أنها تعطي شهادات علمية لمن تخرج من هذه الجامعة الإسلامية وهذا المتخرج ربما لا يحسن قراءة القرآن لا يعرف أبجديات الفقه الإسلامي فضلا عن الفتاوى المعقدة ألا ترون في ذلك أيضا مشكلة هناك من يدعو إلى العودة إلى نظام الإجازات في العلوم الشرعية كما كان معتمدا سابقا الجماعات الإسلامية تخرج اللغوي وتخرج النحوي وتخرج في علم التاريخ وتخرج في علم التفسير وتخرج في العلوم المختلفة وتخرج في علم الفقه ولكن الناس لا تراعي هذا وبعدين الفقه لا الجامعات لا لا تخرج عالما يقول لك الجامعه او المعهد لا يعطيك العلم يعطيك مفتاح العلم مفاتيح العلم اما العلم نفسه ففي المكتبه يعني هو بيعرفك الوسائل والادوات والمصطلحات والمصابيح التي تنير لك الطريق وانت عليك تتعلم انما في بعض الناس يظن ان ما دام اخذ العالميه او الاجازه هذه يبقى انقطع التكليف عنه ما عاد محتاجا لا بالعكس انت تبدا مشوارا جديدا في التعلم وبعضهم كان يظل الى ان وهو محتضر على فراش الموت يطلب العلم والاقراء عليه حديثا اقرا لتفسير ايه كل المسألة الفلانية وهو يعني في مرضه الأخير اطلب العلم من المهدي إلى, إلى اللحدي هكذا يعني هناك من يعتبر الإجازة الجامعية هي خطوة في طريق التعلم وهناك من يعتبرها وصول إلى, إلى القمة لا هي خطوة قطعاً خطوة نعم. مهمة وهي تفتح له الطريق ليمشي وحده بعد ذلك سيدي يعني كما ذكرت هناك فتاوى شاذة كثيرة انتشرت في العصر الحاضر في يعني زماننا هذه الفتاوى لابد لنا من مناقشتها للاضاءه عليها نناقش هذا الموضوع ان شاء الله بعد وقفه قصيره فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود واياكم الى متابعه هذه الحلقه فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج الشريعه والحياه والتي هي بعنوان الفتاوى الشاذه مع فضيله شيخنا العلامه الدكتور يوسف القرضاوي. سيدي انتشرت الفتاوى الشاذه كانتشار النار في الهشيم. نريد الاضاءه عليها على بعضها على الاقل يعني هناك فتوى تساوي في الميراث بين الرجل والمراه. كيف توضحون هذه المساله وكيف تعلقون عليها؟ طبعا شذوذ هذه الفتوى انها مضاده ومخالفه مخالفه واضحه للقران الكريم وللسنه النبويه ولاجماع الامه بمختلف مذاهبها القران يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا امر واضح وبعد في اخر الايه يقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله الميراث ده فريضه تلك حدود الله فمن يطع الله ورسوله ويدخله جنات انت وصيه من الله والله فهذه فريضه من الله وصيه من الله وحدود الله عز وجل فلا يجوز الخروج عليها والقران حينما فعل ذلك انما فعله بناء على منظومه تشريعيه يعني يكمل بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا لان بناء على التكاليف والأعباء التي كلف بها الرجل الرجل يتزوج فيدفع مهرا ويؤسس بيتا والمرأة تتزوج فتأخذ مهرا وليس عليها نفقة وليس عليها فمن أجل ذلك فرق بينهما في الميراث فهذه فتوى شاذة لانها مخالفة للقران والسنة والاجماع هناك فتوى ايضا فضي الدكتور ربما جاءتنا الكثير من الاسئله عنها في الحلقات السابقه ولكن لم تكن في صلب الموضوع الذي نناقشه موضوع جواز اخذ فوائد البنوك الربويه البعض يظن ان هذه مساله خلافيه ما قولكم هذه مساله قطعت فيها المجامع الفقهيه واول مجمع قطع فيها مجمع البحوث الاسلاميه في عهد الشيخ الشيخ الازهر الشيخ حسن مأمون رحمه الله سنه 1964 وقد حضر في هذا المجمع ممثلون ل 35 دوله اسلاميه وقال قرار المجمع ان فوائد البنوك هي الربا الحرام بصريح العباره واكد ذلك المجمع الفقهي لرابطه العالم الاسلامي والمجمع الفقهي الاسلامي الدولي الذي يمثل الدول الاسلاميه جميعا واكدته مؤتمرات المصارف الاسلاميه في دبي وفي الكويت وفي القاهره وفي باكستان وفي غيرها وهيئات الرقابه الشرعيه للبنوك الاسلاميه ومؤتمرات الاقتصاد الاسلامي كلها كل هذه اجمعت على ان الفوائد البنوك هي الربا وما دامت الربا فهي محرمه لانها زياده مشروطه على راس المال فاي زياده مشروطه على راس المال هي الربا، القران يقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فما زاد على راس المال هو الربا أوه. أيضا اشتهرت في الآونة السابقة فتوى لأحد المحدثين بوجوب هجرة الفلسطينيين من فلسطين إلى بلاد أخرى باعتبار أن فلسطين أصبحت دار حرب طبعا هناك رفض لهذه الفتوى من كثير من العلماء ألم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة وقبلها إلى الحبشة لماذا ترفض مثل هذه الفتوى هذا هو الخلط أنا قلت إن من ضمن أسباب الشذوذ أو معايير الشذوذ أن يصور العالم المسؤول الواقعة على غير حقيقتها فإذا تصور الواقعة على غير حقيقتها جاء الحكم بناء على ذلك على غير حقيقته هم الإنسان يعني قد يكون في بلد خصوصا في أول نشأة الإسلام أو نشأة الإسلام المسلمون كانوا مضطهدين في دار الشرك دار الـ 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 الكفر فكان عليهم أن يهاجروا من هذا البلد إلى الدار التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم دار الإسلام في المدينة أصبحت الإسلام قاعدة صلبة في المدينة فكان مطلوب من كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة في هذه الحالة ليقوي الجماعة المسلمة ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع معه الذين يعتدون على حرمات الاسلام. بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية. أصبحت مكة دار اسلام فما عادش يلزم من أحد من هجرة، كل دار اسلام لا يهاجر الإسلام منها وكل بلد فيه مسلمون هي دار اسلام حتى وإن دخله المحتلون لما يدخل المحتلين لا يتحول الى الى دار كفر أليس لفلسطين والا كان معنى هذا لما دخل الاستعمار بلاد المسلمين كان على المسلمين ان يتركوا ديارهم ويهاجروا منها طب هاجروا فين؟ في بعد الحرب العالميه الثانيه كانت كل بلاد المسلمين الا السعوديه واليمن كلها محتله فكيف نطلب من الناس ان ان يهاجروا؟ من من ديارهم بالعكس مطلوب من الانسان ان يدافع عن بلده ويتحول البلد الى مقبره يموت فيها ويدافع عنها ولا ولا يتركها ولو قلنا للمسلمين في فلسطين هاجروا والله هذه غايه الامنيه عند الصهاينه وعند الاسرائيليين ان الناس تترك لهم هم اللي عايزين يعملوه الان يعني عايزين يعوضوا اللاجئين حتى لا يعودوا وعايزين يهجروا المقيمين في بلادهم ليتركوها كل اللي بيعملوه في القدس محاولة استفزاز المقدسيين والتضييق عليهم ليهاجروا من بلادهم لتتسع لهم وحدهم اذا انتم ترون يعني, يعني ضد النقل وضد العقل وضد الدين وضد السياسه يعني يعني انتم ترون ان هناك خصوصيه ايضا لوضع فلسطين بعدم جواز الهجره الى بلاد اخرى كل بلد يعني يعني يدخله الاعداء لا يجوز لهم ان يهاجروا ويتركوا البلد الاعداء يجب يبقوا فيها صامدين حتى يحرروه وبالذات فلسطين لانها ارض النبوات وارض المقدسات وارض المسجد الاقصى وارض الاسراء والمعراج والارض التي بارك الله فيها للعالمين سيدي اثناء الحرب التي شنت على غزه صدرت فتوى بتحريم التظاهر تضامنا مع غزه هل ترون ان هذه الفتوى ايضا تعتبر شاذة نعم لانها غير مبنية على تصور صحيح لمعنى التظاهر التظاهر ليس افسادا كما يتصور تظاهر لغه عالميه للاحتجاج العالم اتفق على هذه اللغة إن كيف تحتج تظهر مسيرات صحيح لا يجوز أن تكون هذه المسيرات تخريبية أو تقتل الناس وتخرب الأموال والمنشآت والممتلكات هذا لا يجوز وقد بدأ التظاهر في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما اسلم سيدنا عمر اراد انه يعني يظهر قوه المسلمين امام المشركين فطلب من النبي أن يخرج هو والمسلمين في صفين على راس صف حمزه بن عبد المطلب وقد اسلم قبل عمر وعلى راس الصف الثاني عمر بن الخطاب ومشوا قال وللارض وايد يعني يدكوا الارض دك حتى يراهم المشركون فيمتلئون غيظا من قوة الإسلام فضيل الدكتور في الآونة الأخيرة اشتهرت أيضا فتوى أخذت جدلا واسعا في الإعلام اهتم بها الإعلام وكثيرا الفضائيات الإعلام المسموع الإعلام المقروء وهي فتوى إرضاع زميل العمل منعا للخلوة المحرمة لماذا تعتبر هذه الفتوى شاذا علما أن صاحبها اعتمد فيها على حديث في صحيحي البخاري ومسلم الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه هذا يعني لا لا شك فيه بعض الناس بتحاول تشكك في الحديث ولكن الحديث يعني ثابت واحدث جدلا بين الصحابه رضوان الله عليهم وبعضهم اخذ بظاهره وبعضهم قال لا هذه كانت خصوصيه لسهله ولسالم لان الاصل اصل القضيه ايه؟ الاسلام كان يبيح التبني او اباح التبني كما كان العالم كله يبيح التبني الرومان يبيحون التبني والعرب يبيحون التبني ان الواحد يقول ياخذ فلان دهوت ده وينسبه اليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخذ زيد ابن حارثه ونسبه اليه وكان يسمى زيد ابن محمد الى ان انزل الله تحريم التبني ونزلت قضية جاءت قضية زينب بنت دحش وأباح الله له أن يتزوج امرأة زيد بن حارثة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخره فكان أيضا في ذلك الوقت أبو حذيفة ابن عتبة كان يتبنى أحد المسلمين اسمه سالم مولى ابي حذيفه وهذا سالم هذا من قراء القران ومن خيره المسلمين، النبي عليه سمع مره فقال الحمد لله الذي اوجد في امتي مثل هذا، وعمر قال عنه لو كان سالم مولى ابي حذيفه حيا لاستخلفته، لا صوره هو مولى، كان امام عظيم يعني له قيمه هذا يعني تبناه ابو حذيفه وهو صغير وبعدين لما جاء الاسلام وحرم التبني وبدا سالم يكبر شيئا فشيئا بقى شاب فابو حذيفه يعني بدات نفسه سهلة سهل امراته اشتكت الى النبي صلى ان اجد في نفس ابي حذيفه شيئا من سالم يعني اعمل إيه وهو معتبرونه ابنهم نشا فيهم ونشا ابنهم فعلا فالرسول قال لها ارضعيه خمسا تحرمي عليه يا ترى ما قالهاش يعني لقميه ال... 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 ثديك ممكن الرضاع في الحالة دي يكون بت... تعمل له فنجان نعم. يعني يشرب في كوب او شيء تحلب له من ثديك انما المشكل في اخونا الاستاذ الذي افتى بهذا من جامعه الازهر كليه اصول الدين انه قال انها تلقم ثديها الرضاعه كيف تلقم؟ يعني المراه زميل عملها ثديها يعني كيف يعني تفتح له صدرها وتعطيه ثديها وخمس رضاعات مشبعات وهذا الانسان ده كيف اللي يشبعه ده؟ يعني وماذا تقول لو دخل عليها واحد و يعني فيعني هو في الحقيقه الاستاذ لم يحسن فهم هذه وهذه واقعه خاصه جدا. هنا السؤال فضيل و... دكتور قد يطرح على ذلك بعضهم يقول نسخت, نسخت. وبعضهم يقول انها خصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام وبعضهم يقول هذه في الحالات التي تشبه و... مثل حاله سالم و... قد تتكرر هتشبه حاله يعني. حتشبه حاله سالم مين حيجي حي التبني يحرم مره اخرى لا لا يمكن ان توجد حاله مثل هذه فتعميمها و... وبعدين تصورها ن... نفسه ان واحده يعني ت... تعطي ثديها لرجل ل... معها يعني شيء ما يعني ولو الرجل ده بعد كم شهر اتنقل وجيه واحد تاني كل ما يجي واحد تقعد تديله س... يعني فهذا يعني خطا سوء فهم نعم الحديث نأخذ... الصحيح نعم ناخذ فضيله الدكتور مداخله من الاخ صلاح الدين محسن من المغرب اخ صلاح الدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل بسؤالك أخي الكريم. تحية لكم تحية خاصة لهذا البرنامج سريع وحياة من في قناة الجزيرة. تحية خالصة من المغرب وتحية لفضيلة الشيخ يوسف القرداوي أطال الله في عمره. تفضل أخي الكريم بسؤالك سؤالي سؤالي هو عن فتوى كانت يعني أنا لم أسمعها يعني مباشرة قالوا لي أنها منسوبة يوشي. إلى الشيخ يوسف القرداوي. وهي انه انا الشيخ فضيله الشيخ افتى لاهل اوروبا واهل المغرب بجواز أخذ قرض لشراء سكن نعم شكرا جزيلا وصحيحه نعم. واريد تفصيلا ان شاء الله س... سنطرح الصور على فضيله الدكتور ان شاء الله في نهايه الحلقه آه شكرا جزيلا لأخ صلاح الدين محسن من المغرب آه ناخذ الاخت سميه احمد من السعوديه السلام. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اه أسأل الشيخ الله الله وأقول لك قاعدة جميلة تقول يجب نهتم بالأشياء قدر اهتمام غرام بها، فأهم شيء يهتم غرام بالعقيدة، فنعم إنك تحق حلقة في العقيدة وخاصة الناس الذين يتوسلون بالقبور وكذا، وكذلك المعازف حديث فصيح البخاري أنت بحث المعازف كذا هذه فتوى شاذة، وأتمنى تخصص حلقة في العقيدة، نعم خاصة الذين يتوسلون بالقبور ويعبدونها من دون الله يتوسلون بها. الناس يطلبونهم حاجاتهم وكذا من دون الله عز وجل، فما حكم ذلك؟ يجب الاهتمام بالعقيده يا شيخ غرضا الله شكرا شكرا الاخت سميه احمد من السعوديه. انا لم اسمع اي شيء. آه نعم خذي الدكتوره سانقل لك الاسئله ان شاء الله. آه نأخ ناخذ الاخ محمد محمود من آه من موريتانيا، تفضل اخ محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام, السلام ورحمه الله، مم. تفضل اخي الكريم. أطل الله في عمركم وعمر الدكتور يوسف القاضي شكرا جزيلا تفضل بسؤالك أخي الكريم أنا أذهب إلى دولة مجاورة ولدينا عملة ليست مثل العملة التي أعمل بها كما أتبادل الجدة مع زملائي أعطيهم العملة المحلية لي ويعطوني العملة الأخرى كدين وليست مباشرة أريد ولي الفتوى في هذا أخي الكريم لو يعني تلخص ما قلت لو سمحت؟ آه لدي زملاء يعملون معي. نعم. واشتري بعمله واسلم لهم اعطيهم عمله ويعطيني عمله مقابل وليس مباشره ولكن يثبت لها السعر. طيب لا شكرا شكرا جزيلا يعني انا قد لا يتسع الوقت لطرح هذا السؤال لانه خارج سياق الموضوع. الاخ عبد الله راشد من السعوديه عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف تفضل... علي الشيخ تفضل أخي كريم الوقت يضيق بارك الله فيك أيه لو سمحت الآن كثرة القنوات الفضائية وأصبح الآن كل من يفتي على هو طيب من من نتلقى الفتوى شكرا جزيلا بارك الله فيك بأن يعني العلماء يعني صعب نصر واضح لي. السؤال أخي الكريم شكرا جزيلا الأخ عبد الله الراشد من السعودية فضيل دكتور الأخ عبد الله الراشد من السعودية أقول الآن هناك كما ذكرتم فضائيات فضائيات كثيرة، إنترنت، وسائل إعلام كثيرة تبث الفتاوى، وربما هذا السؤال أيضا جاءني من أحد الأخوة المشاهدين على النت. يعني لا يمكن ضبط الفتوى عبر وسائل الإعلام، ممن يأخذ الفتوى يسأل؟ من العالم الفقيه المتخصص المشغول بأمر الفتوى. يعني حتى لو واحد متخرج من الازهر او كذا ولم يشتغل بهذا قلت لابد يعني الواحد اللي معاه اجازه اذا ما بداش مشوار جديد في التفقه والتعلم لا يستطيع ان يفتي الناس يفتي الناس في الامور العاديه في الوضوء ودواقم الوضوء والاستنجاء والحيض والنفاس انما في مشاكل الحياه المستمره لابد من عالم مقتدر فلا بد للانسان يجتهد في تخير العالم الذي يسأله أو الذي يأخذ منه الفتوى وكما قلت ليس كل من يتصدر في الفضائيات صالحا لأن يفتي الناس فهذا مهمة المسلم ويسأل من يثق به من العلماء من ترى أخذ بفتوى ولابد أن يطمئن قلبه إلى أن هذه الفتوى فتوى صادرة من اهلها في محل محلها مستدل عليها بالادلة الصحيحة، لابد يطمئن الى هذا الامر. يعني انا لو قرات فتوى على الانترنت دون معرفة مصدرها لا اخذ بها. لا طبعا. نعم، فضيلة طبعا الاخت سمية تقول ان نهتم بالجانب العقدي في مواضيع الشريعة والحياة ربما الاخ صلاح الدين محسن ربما سبقنا الى فتح هذا المحور باكرا. لكم فتاوى فضيل الدكتور أيضا هناك من اعتبرها فتاوى شاذة الأخ صلاح الدين محسن يسأل كيف تجيزون لمن يسكن في بلاد الغرب أن يأخذ قرضا ربويا لشراء منزل كل عالم لا بد أن تكون له فتاوى لا يرضى بعض الناس عنها ومن أجل هذا اختلفت المذاهب بعضها مع مع بعض ورد الحنفيه على الشافعيه والشافعيه على الحنفيه هذا يعني امر لا بد منه خصوصا الفتاوى التي فيها قدر من الاجتهاد وقدر من اعمال العقل وقدر من خلاف المشهور كثير من الناس لا يقبل غير المشهور فقط وهذا ليس صوابا احنا قلنا ان الخروج عن مذاهب الاربعه لا يعتبر يعني شذوذا فبعض الناس الذين يتشددون في التحريم لا يقبلون اباحه اي شيء مما يعتقدونه حراما مثل الغناء مثل الموسيقى مثل هذه الاشياء يعتبرون هذه الامور فانا هناك بعض الاشياء افتيت بها انا وافتى بها المجلس الاوروبي للافتاء في ما يتعلق بالاقليات هناك افتينا بانه من اخذ من من البنك يعني اشترى من عن طريق البنك بيتا للسكنة وليس عنده بيت يسكنه إلا إذا كان بالإيجار أو نحو ذلك وهو في حاجة إليه هو وأولاده لهذا البيت ولا يستطيع ان يشتري نقدا كاش زي ما بيقولوا اجزنا هذا بناء على ان الحاجات تنزل منزله الضرورات الحاجه العامه مثل حاجه المسلمين في اوروبا وبناء ومستانسا بمذهب الاحناف الذي يجيز العقود الفاسده خارج دار الاسلام فهذا الامر وقد يعني نفع الله به الآلاف والملايين من المسلمين هذه النقطة فضيل الدكتور البعض يقول أن هذه الفتوى قد تخالف نصا قرآنيا أحل الله البيع وحرم الربا يعني هل تقدم المصلحة على النص في بعض الأوقات؟ لا ليس المصلحة تقدم على النص في هذه وإنما نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات أما يكون نص محرم وتيجي تقول هذا يجوز للضرورة تبقى خلفت النص لا انت عملت نص نص اخر ان ربنا بعد ما حرم الميت والدم ولحم الخنزير وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه علي. ان الله غفور رحيم فاذا جيت وقلت ان هناك الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات الخاصة وأنها السكن يعني في, في السكنة من الضرورات او من الحاجات أساسية. الاساسيه للانسان المسلم في الغرب وان ابا حنيفه يقول ان المسلم ليس مطالبا باقامه احكام الشريعه الا في دار الاسلام، اما خارج دار الاسلام فيتعامل بالعقود الفاسده اذا رضوها واذا لم يكن فيها خيانه ولا غدر بهم فهذا لكم يعني ايضا فتوى فضيل الدكتور انه اذا كانت امراه غير مسلمه متزوجه من غير مسلم ودخلت في الاسلام أنها بعد دخولها في الإسلام تبقى على ذمة زوجها هذا أفتى به المجلس الأوروبي أيضا بناء على ما ورد عن سيدنا عمر وعن سيدنا علي أنا كنت أحرم هذا وظللت معظم حياتي أحرمه حتى علمت ما لم أكن أعلم لأن الإنسان يظل يتعلم حتى يموت فأنا قرأت الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة إن المسألة فيها تسعة أقوال ومنها ما جاء عن عمر ومنها ما جاء عن علي ومنها ما جاء عن الزهر وغيره إنه يظلان على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان يظل على النكاح الأول لحد ما تحكم محكمة بالفصل بينهما فطول ما هم يعني وجدنا وبعدين معنا اخونا وزميلنا في المجلس الاوروبي للافتاء الشيخ عبد الله الجديع يعني انا كنت افتيت بهذا الامر هو عمل فيه بحث مطول ووجد فيه 13 قولا موجوده فالامر اصبح فيه متسع لماذا نضيق على الناس وقد وسع الله عز وجل ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فضي دكتور في أقل من دقيقتين كيف نعالج الفتاوى الشاذة كيف نتوقعها نحن المسلمين هذا هذان سؤالان كبيرا نعالجها بتفقيه المسلمين إن هم لا يقبلوا هذه الفتاوى الشاذة يكون عندهم قدر من الفقه بحيث يستطيع أن يقول هذه فتوى يعني شاذة ونرد على الفتاوى الشاذة يعني العلماء الموثوق بهم يردون على قيل لعبد الله بن مبارك هذه الاحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله قال تعيش لها الجهابذة يبينون بطلانها فلابد على العالم المتمكن الراسخ في العلم ان يرد على هذه الفتاوى الشاذة اما كيف نتوقعها فتحتاج الى تثقيف الجمهور من من ناحيه وإلى تفقيه علماء قادرين على الفتوى المشكلة أن الفتوى لا يوجد ناس يؤهلون للفتوى فيه معاهد تؤهل الناس للقضاء في السعودية المعهد العالي للقضاء في مصر تخصص القضاء الشرعي في كلية الشريعة ولكن لم يوجد تخصص للفتوى وأنا اقترحت في مؤتمر عقد في الرابط العالم الإسلامي للإفتاء إن تُعقد معاهد، تُنشأ معاهد عليا لتخريج أهل يعني. الإفتاء وتثقيفهم بما يجب في هذه يعني. الناحية حتى يكونوا أهلاً لهذا الفتوى لا تصدر الفتاوى الشاذة الكثيرة التي يشكو منها الناس شكرا سيدي فضيل دكتور العلامة يوسف القرضاوي على هذه الإفادة الطيبة وأود في الختام أن أعتذر من السادة المشاهدين الذين راسلونا عبر البريد الإلكتروني لضيق الوقت لم نستطع أن نأخذ أسئلتهم أشكركم في الختام على حسن المتابعة لكم تحيات معدل برنامج معتز الخطيب والمخرج عبد الهادي العبيدلي والسائر فريق العمل الى اللقاء في الاسبوع القادم بمشيئه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته